هنا مقر هيأته جوازات منطقة الرياض لاستقبال المئات من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، والذين استجابوا لانطلاق الحملة الشاملة وطن بلا مخالف. الحقيقة ما في شك أن الحملة هذه امتداد لحملات سابقة ومواقف إنسانية للمملكة، مراعاة للمقيمين، مراعاة الجوانب الإنسانية كذلك. المديرية العامة للجوازات بدأت استعدادها في جميع المواقع، وبالنسبة لما يتعلق بمنطقة الرياض الحقيقة تم تجهيز الموقع هذا الخاص في جوازات الرياض، وتم كذلك تجهيز المواقع الأخرى في إدارات الوافدين في المحافظات المرتبطة بجوازات منطقة الرياض. كل ما يحتاجه المخالف هو أخذ موعد إلكتروني والحضور لأحد مقرات التصحيح ليتم إنهاء إجراءاته وترحيله، ثم السماح له بالعودة إن أراد، وإعفائه من تطبيق بصمة المرحل نهائيا. الإجراءات التي يتم إنهاءها في المقر عندنا هنا في مقر الحملة في الملز هي طبعا انتهاء الإقامة، والمتغيب عن العمل يتم استقباله وإنهاء إجراءاته، حتى الشخص الذي أو الوافد الذي لم يستخرج إقامة ولكن قدم إلى البلد بطريقة نظامية ولكن لم يستخرج إقامة يتم التعامل معه وإدراج المعلومات في الجهاز، ومن ثم إعطاء خروج نهائي دون رسوم ودون غرامات عليه، ويتجه إلى بلاده. عدد من ممثلي سفارات بعض الدول حضروا لمتابعة شؤون رعاياهم، كان أبرزهم السفير الأثيوبي الذي أحب نقل هذه الرسالة لأبناء بلده. توعية الجالية الإثيوبية اللي اتاحت الفرصة واستغلال هذه الفرصة لمغادرة المملكة، وقامت السفارة بتوعية الجالية الإثيوبية وكذلك حتى القنصلية في جدة، كل العاملين في هذا المجال متحركين يعني مشاركة في هذا الفرصة. ومن إفريقيا إلى آسيا، حيث أن للقصة من منظور هذه العاملة الآسيوية التي حضرت للسعودية قبل 11 عاما زاوية أخرى. قفل أنا ما بجيب أبدا كما أنا. أيوة الحمد لله لنا دي إداس سنة، الحمد لله شكرا هذا ملك سلمان، الحمد لله انتهت ألين هذا أمنستي عشان أنا تبين رو ألين عشان هذا والد أنا كلاس مدرسة. أما بقية الجاليات فقد غمرتهم فرحة هذه المهلة وعبروا عن امتنانهم بطريقتهم. الحملة جميلة يعني، وتصحيح الأوضاع وسهلت لنا مهمتنا وسهلت حياة كثيرة، والإنسان يعني عاد لبلاده، وإن شاء الله لو ربنا رضى لنا لبلادنا مرة أخرى ثانية إن شاء الله. المملكة السعودية عملت المهلة يعني بلد بدون مخالف، والحمد لله احنا اليوم جينا نستفادوا من المهله هذه، وما في غرامات يعني خلي يعني بدون غرامات بدون ولا شيء. هذه مهله طيبه، اناشد الجميع يجي يصحح الاوضاع، ويعني مهله حقيقيه ما فيها كلام. وطن اقل ما يجب علينا تجاهه ان نجعله بلا مخالف. منصور الامير، الإخبارية، الرياض.